صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في يوم جديد نتمنى يكون سعيد عليكم. طبعا بننبه لما اثارته هيئه الارصاد، فكره طبعا كل اللي نزل الصبح زي حالتنا كده شايف الشبوره الكثيفه وان هيكون الجو سيء خلال اليومين الجايين، بس نتمنى طبعا للناس اللي بتيجي من المحافظات الاخرى الى القاهره او بتتنقل بين المحافظات ان هم ياخدوا بالهم جامد جدا خاصه في الساعات الاولى من الصباح، يعني لغاية لما ربنا يسلم الجميع وتنقشع هذه الشبورة. وطبعا خلال الساعات الجاية برضو بنتكلم على طقس سيء وتغير في الأحوال الجوية، هيكون شديد، برودة زيادة، في عواصف مثيرة للرمال، نتمنى طبعا نحافظ على أنفسنا وأولادنا. أهلا بحضراتكم، خلينا ندخل سريعا كده مع مجموعة من المنشطات المختارة من صحفنا المصرية اليوم. هبدأ من الأهرام في الصفحة الأولى، دفعة قوية للصناعة الوطنية، الرئيس إقامة مشروعات استثمارية إنتاجية لسد الفجوات الاستيرادية. في هذا الخبر سريعا كده وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصة من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية خدمة لجميع القطاعات التنموية لا سيما قطاعي الطاقة والإنشاءات للتوازي مع دعم الطاقة الإنتاجية المتاحة حاليا. في جزء تاني من الخبر، استعرضت نيفين جامع أهم جوانب برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية فضلا عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد التوزيع النوعي لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية والمستهدف تعزيز توطية صناعتها محليا خاصة ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرة بمشروعات التنمية. معايا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي لمزيد من التحليل حول هذا الموضوع. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم حضرتك والسادة المشاهدين. يعني فكرة اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعات سواء المغذية، ودي طبعا أهم حتى من المنتهية الصنع، فكرة توطين الصناعة وتحويل أو إيجاد قيمة مضافة ل ما يعني المواد الاوليه اللي عندنا. الحقيقه يا فندم هذا السؤال يعني او هذا القرار اللي هو يعد من اهم القرارات التي قامت بها الدوله المصريه خلال السبع سنوات الماضيه. نعم. الاقتصاد المصري يعاني من سيطره الواردات او الواردات اعلى من الصادرات. الاقتصاد المصري في بطاله. الاقتصاد المصري في عدم استغلال للموارد المتاحة، وبالتالي يأتي هذا القرار ليحل المشاكل الثلاثة. مسألة ان انا استثمر، الدولة تستثمر اموال لتوطين الصناعة والصناعات الموازية للإحلال محل الواردات هو هدف استراتيجي في السياسة الاقتصادية المصرية، باعتبار أن إعادة هيكلة الاقتصاد والاعتماد على القيمة القيمة المضافة والاعتماد على الاقتصاد المعرفي وبالتالي استغلال الموارد والعمل على تشغيل الشباب وزيادة معدلات التوظيف أحد الأهداف الاستراتيجية. يأتي هذا القرار الحقيقة ليستخدم الموارد المتاحة داخل الدولة المصرية ليعيد للاقتصاد المصري هويته صنعها في مصر، وفي هذه الحالة ليوفر أموالا كثيرة كانت تخرج من الدولة المصرية لتوفير الواردات من الدول الأجنبية. نعم. ليوفر عملات أجنبية يمكن أن نستخدمها في الفرص البديلة ونستخدمها في مجموعة من الأشياء الأخرى، ليستخدم أو ليوظف شباب من الخريجين ويعتمد، وهذا يتطلب أولا قرار زي ده هيعمل إعادة هيكلة وبالتالي استخدام تكنولوجيا جديدة في مجالات الإنتاج حتى يصبح الإنتاج تنافسي. نعم. ده هيجعل الاقتصاد المصري قادر على التصدير وبالتالي يقدر يوفر عملات أجنبية إلى الاقتصاد المصري ويضخ أموال جديدة في داخل الدولة المصرية. أكيد يا دكتور، وخاصة إن أغلب الاقتصادات العالمية الآن
يعني تطورت وما عادتش بتشتغل على نظام الـ يعني ان مصنع او حتى صناعه السيارات اللي هي يمكن الاغلى والاكثر تطورا في العالم واللي بتشد وراها صناعات كتير، يعني بقت القطع المختلفه وبتدخل فيها قطع كتيره بقت بتصنع اغلبها في مصانع مختلفه ودول ايضا مختلفه. ففكره التوزيع الصناعات ان احنا زي ما بنقول عليها كده بالتعبير الاقتصادي جزء من الكعكه او جزء من الكيكه يعني. الحقيقه هقول لحضرتك اربع استراتيجيات او اربع حاجات اساليب الدوله المصريه عملتها في الاربع خمس سنوات السابقه. نعم. كان لها شيء كثير. اولا توطين الصناعات الكبيره في داخل الدوله المصريه وانشاء مناطق صناعيه متعدده داخل الدوله المصريه. نعم. اثنين اللي هو الاهتمام بالمشروعات بادخال الصناعات القطاع الخاص والقطاع الاستثماري ليساهم مع الدوله المصريه ويستفاد بقدراته وامكاناته. الحاجه الثالثه اللي هو انشاء مشروعات تجمعات صناعيه في داخل الدوله المصريه وفي كل انحاء الدوله حتى القرى. نعم. اربعه اللي هو المشروعات الصغيره والمتوسطه التي تقوم بها الدوله المصريه، وهذا يعني ان هناك صناعات استراتيجيه وصناعات عادية وصناعات مكملة وصناعات صغيرة وصناعات حرفية. نعم. معنى ذلك إيه؟ أن الاقتصاد المصري النهاردة والرؤية المصرية هي تعيد رؤية وهيكل وفلسفة الاقتصاد المصري باعتباره يعتمد على اقتصاد المعرفة، اقتصادا تنافسيا، اقتصادا قادرا على أن يتعامل مع الاقتصاديات العالمية، يأخذ منها ما يشاء ويعطي لها، معتمدا على المزايا النسبية المتوفرة في داخل الدولة المصرية ومعتمدا على الموقع الجغرافي. وهذا تم من خلال حاجتين. الحاجة الأولى اللي هو مجموعة الطرق لتسهيل اللوجستيات ما بين المناطق المختلفة ومجموع المواني التي أنشئت داخل الدولة المصرية لتسهل حركة المواد تبادلا ما بين من داخل الدولة وإلى خارجها. هذه العوامل جميعا يصب القرار اللي صدر للسيد الرئيس فخامة الرئيس أصدره أمس، يصب هذا في خدمة الخمس استراتيجيات اللي ذكرتهم لحضرتك باعتبار أن الهدف العام والرؤية العامة للدولة المصرية هو التنمية الاقتصادية والاقتصاد المستدام وبالتالي تشغيل. نعم. العمالة. نعم. وتحقيق رفاهية للمواطن المصري حتى تكون مصر قادرة لابد أن يكون هناك اقتصاد قوي. نعم نعم. أنا بشكرك دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التحليل لخبرنا الأول. هروح لخبرنا الثاني. المنشط الرئيسي في جريدة الأخبار الصفحة الأولى لكن التفاصيل في صفحة 8 و9. الحكومة على أبواب العاصمة الإدارية الجديدة، الحي الحكومي جاهز لاستقبال 34 وزارة و40 ألف موظف. خلوني طبعا يعني عايز أقول لكم صفحتين كاملين في الملف الخاص تحت عنوان الحكومة على أبواب العاصمة الإدارية الجديدة، الجمهورية الجديدة تنطلق نحو التحول الرقمي وترفع شعار حكومة بلا ورق، الحي الحكومي جاهز لاستقبال 34 وزارة و40 ألف موظف بفكر متطور، الاتصالات دعم فني لوحدات نظم المعلومات لكل وزارة، الري تحديد جميع أنظمة التشغيل وانتقال كل القطاعات، سعفان تدريب 450 موظفا تمهيدا للانتقال، الأوقاف تأهيل 700 موظف، الهجرة اختبارات للموظفين في العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، التعليم 1200 موظف مستعدون وتشغيل المدارس العام القادم، التنمية المحلية نقل الموارد المعلوماتية وأرشفة المستندات، البيئة التوسع في المباني الخضراء، الصحة 3 اختبارات للتعامل مع المواطنين، النقل الذكي كلمة السر، وأخيرا بدر تستعد لاستقبال الموظفين الانتهاء من 9024 وحدة وبدء تسليم المستحقين خلال أيام. طبعا نقلة كبيرة جدا، واحنا عارفين ان مع بداية هذا العام طبعا هم المفروض بيستعدوا الان من ديسمبر، ومع بداية العام هتنتقل مجموعة صغيرة ومنتقاة جدا من الموظفين في بعض الوزارات، بحيث ان على زي ما دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت ان على يونيو الجاي ان شاء الله هتبقى كل الحكومة هناك في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا كل الوزارات غير الخدمية اللي ما بتتعاملش مع مواطنين كلها هتتنقل هناك، الأجزاء اللي فيها تعامل مع المواطنين هيفضل أجزاء منها هنا لحين
يعني الانتهاء تماما من الرقمنة الخدمات كلها، يبقى ما فيش تعامل ما بين الموظفين والجمهور، كل التعامل هيبقى إلكتروني، وهي دي الحكومة الجديدة والجمهورية الجديدة اللي احنا داخلين عليها، واللي بيسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير ان هو ينتقل اليها عشان جودة الحياة المصريين ترتفع ويبقى في تحسن سواء في الاقتصاد وفي جميع وجهات الحياة. هروح للجمهورية في الصفحة الاولى، خبر تاني، التموين صرف 20% من سلع ديسمبر المدعمة. في هذا الخبر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف السلع المدعمة لشهر ديسمبر بلغت 20% في الأسبوع الأول. وقال أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. أضاف أن الوزارة تلقت تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف، 3000 طن زيت يوميا، مناصفة ما بين العبوة زنة 800 ملي والعبوة زنة 1 لتر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم التي تصل إلى 32 سلعة. وطبعا أكدوا أن في رقابة شديدة على صرف التموين وعلى المنافذ التموينية وعلى الأسواق، عشان فكرة أن التجار بيغلوا وبيمنعوا بعض السلع عن المواطنين. طبعا مع الأخبار أن في تضخم عالمي وارتفاع في أسعار السلع، هيبدأ الناس ذوي النفوس الضعيفة يبدأ يقول لك ما احنا ممكن نحقق مكاسب، فنبدأ نخبي شوية سلع أو نغلي حاجة. وزارة التموين والحكومة حط عينيها كويس جدا على هؤلاء الناس ومشددة الرقابة بشكل كبير. مصر اليوم الصفحة الأولى، تحالف أمريكي لتطوير مجمع التحرير ب 3.5 مليار جنيه. طبعا خطوة هامة جدا هذه الخطوة، اللي هي ان الحكومة هتبدأ تشارك القطاع الخاص وكونسورتيوم او تحالف امريكي، مجموعة من الشركات الكبيرة هتاخد مجمع التحرير بالتعاون مع صندوق مصر السيادي. الاتنين هيشتغلوا مع بعض، هيبقى الحكومة او صندوق مصر السيادي المالك الان لمجمع التحرير ومالك لبعض الاصول اللي موجودة في مصر عشان ادارتها بادارة اقتصادية صحيحة، هيشارك هذا التحالف الأمريكي لتطوير مجمع التحرير. الدكتورة هالة السعيد كانت أمس مع في على إحدى القنوات الفضائية بتتكلم عن فكرة هذا المجمع، طبعا ان هو يتحول لجزء فندقي، جزء شقق فندقية، اسكان فندقي ومناطق، يعني هيتطور بشكل كبير جدا لانه يقع في اهم ميدان في القاهرة وهيكون تطوير كبير جدا. 3.5 مليار جنيه، عشان برضو الناس اللي بتسأل هل الحكومة لا تدفع ده؟ لا، التحالف الأمريكي هو اللي هيدفع ده للتطوير، مقابل طبعا تطوير هذا المجمع بالشراكة مع صندوق مصر السيادي عشان تشغيل هذا المجمع بشكل كبير، يبقى مجمع اقتصادي خدمي وتطوير جمالي وفعلي. هو المجمع من بره هيفضل زي ما هو بنفس الشكل التقليدي بتاعه، طبعا هيتنظف وهيتشكل بشكل جديد. المنطقه اللي قدامه انا يعني شفت صور، كنت متابع الحوار امبارح، شفت صور لهذه المنطقه هتتغير، وجزا حاجه جنبها منها طبعا ارض الحزب الوطني القديم. وبنتكلم برضو على مبنى وزاره الداخليه اللي في لازوغلي هيتم تحويله برضو وبتاع. وهنا الفكره، فكرة الصندوق السيادي اللي بيتعامل بشكل كبير بشكل اقتصادي، وفكرة ان القيادة السياسية مهتمة جدا على تنويع الأصول، على استثمار الأصول المصريين بشكل اقتصادي فعال. احنا مدخلين زي ما بنتكلم في 3.5 مليار جنيه، ده زي ما بيقولوا كده بالاقتصادي فريش موني، يعني أموال استثمارية جاية لتجمع أول مرة على فكرة يشتغل في المنطقة العربية كلها، هيكون في مصر وعنده اهتمام كبير بيها وهيفتح مجالات تانية في الشغل أعتقد بعد طبعا التعامل في هذا الموضوع. هروح للأهرام صفحة أولى، وواحد من التدريبات المصرية العسكرية مع الدول الشقيقة أو الدول الصديقة أو الدول ذات العلاقات الممتدة معهم. عندنا
انطلاق التدريب البحري المصري الروسي جسر الصداقة وختام التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 6. يعني كان في تدريبين، واحد مع دولة شقيقة الأردن اسمه العقبة 6، ده انتهى وبدأ بعديه على طول تدريب بحري مصري روسي اسمه جسور الصداقة. معانا عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء صباح الخير. اهلا، صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. طبعا اتكلمنا كتير على فكرة التدريبات المشتركة، ولازم برضو نفكر المشاهدين دايما ان قواتنا المسلحة دايما جاهزة ومستعدة، واهمية التدريبات المشتركة سواء مع دول شقيقة او دول صديقة. هو زي ما بنقول دايما ان في خطة لتدريب القوات، تدريبات مشتركة تبقى سنوية، ومخطط فيها ايه التدريبات اللي تتم مع الدول الصديقة مع الدول الشقيقة. وزي ما قلنا قبل كده ان كل هذه التدريبات لها هدفين، الهدف الاول هدف سياسي، وهو اظهار القدرة، اظهار القوة. مطلوب من دولة زي مصر بتنتهج استراتيجية ردع اللي هي تدافع عن ارضها وعن امنها القومي بانتهاج هذه السياسة، اللي احد متطلباتها ان اظهر هذه القوه، امتلك القدره وامتلك والقوه اللي هي اكبر من اعدائي ثم اظهرها. احد المنافذ اللي باظهر منها هذه القدره هي التدريبات المشتركه، لما بتدرب مع دول اجنبيه او دول صديقه او دول شقيقه بيبان ما ايه المعدات اللي عندي، مدى كفائتها، مدى كفاءه الاطقم، القدرات بتاعه القياده، كل دي بتبين قوتي، بتبعث برسالة ردع إلى كل من يحاول أو يفكر في تهديد أمني أو اعتداء على مصلحة من مصالحي، أن مصر قادرة على عقابه، عقاب أشد من أي مصلحة ممكن يحققها. ده الهدف السياسي اللي هو ليه في نفس الاتجاه المعاكس رسالة طمأنة إلى الشعب المصري وللشعب العربي. ثم نأتي إلى الهدف الثاني وهو هدف تدريبي، اللي هو رفع الكفاءة أو زيادة القدرة القتالية للقوات بحصولها على معلومات زيادة، بعرف معلومات عن قوات جديدة، الأسلحة، أحدث الأسلحة، أحدث الأجهزة الموجودة معاها، الأفكار، التكتيكات، الأساليب، الخبرات اللي عندها، ثم بنتبادل هذه الخبرات، احنا لدينا خبرات بنديها لهم، هم لديهم خبرات بنديها لنا. هذه التدريبات المشتركة بالموضوعات اللي زي ما اتعرضت قبل كده بتوصل في النهاية ان صقل لمهارة قواتي، زيادة قدرتها، زيادة الاحترافية بتاعتها، وده زي ما بنقول هو هدف تدريبي بالدرجة الاولى، رفع الكفاءة القتالية وصقل مهارة قواتنا وقيادة القوات التي تحت التدريب. نعم، انا بشكرك سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى هذا التعليق. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذه الجولة السريعة في منشطات صحفنا المصرية اليوم، وتعليق على بعض الأخبار المنتقاة اللي احنا اخترناها. وزي ما بفكركم يعني اسمحوا لي، عندي خبر تاني برضو يهم كل الأمهات والآباء اللي عندهم أطفال لغاية 5 سنين. عندنا استقبال 20.8 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال المطور، ويبقى في فترة تطعيم جاية لشلل الأطفال. طبعا بنفكر تاني ان التطعيمات هي الأساس في حمايتنا من حاجات كتيرة. يبقى كده منشطاتنا خلصت، اخبارنا خلصت، هنبدأ لفقرة الحوارات بعد هذا الموجز لأهم الأنباء مع الزميل خالد عاشور. حوارنا الأول يكون مع الزميلة ليلى عمر، ابقوا معنا.